اهلا بك ياسمين. اهلا وسهلا بك ياسمين موسوس. موسوس، مرحبا بك. يسلمك يعيشك. ولموضوع هذا العدد استضفنا الشيخ احمد سوداني لجانا من مدينه الجلفه، مرحبا بك. مرحبا بكم. واستضفنا كذلك حاله هذا الاسبوع وهي كهنه بالقاضي مواطنه جزائريه. مساء الخير كهنه، مرحبا بك. نبدا بك ياسمين، انت في بيتك. الله يخليك. ياسمين شابة جزائرية دخلت مجال الإعلام ومن بابه الواسع، للمشاهد الجزائري كيفاش تعرف نفسها؟ بسم الله. يعني ياسمين موسوس كما عرفوها الناس على قناة شروق هي أول تجربة إعلامية لي، حتى قبل أن أكمل دراستي التحقت بقناة الشروق وبقسم الأخبار اللي هو حلم كل من يدرس بكلية الإعلام. احنا معنا شيخ احمد سوداني ليفصل لنا في هذا الموضوع. احمد سوداني هو عبد فقير الى الله، انسان بسيط. دخوله في هذا المجال هو عباره عن قصه قصيره وطريفه وفيها معجزات وكذا. كانت الحاله الاولى، يعني اول مره نخرج، كانت الحاله في تونس. الاب تاعها ما شاء الله عنده اموال، كانت من عائله غنيه، كانت تروح على مسبح، يعني توقف مثل الذئب وتعوق يومين من العلاج ويوم راحة، بعد زدت يوم علاج ارتاحت ما شاء الله. يعني طلب مني الأب، قالها قال لي نعطيك واش تحب أطلب. قلت له أنا يعني هذا أي شيء نقدمه أنا من أجل الله مش من أجل الإنسان، ما نحبش المقابل. بارك الله فيك. يعني إذا ممكن يعني بعد إذنك نطرح سؤال على الشيخ. أنت تحدثت عن 3 أيام للعلاج، قلت ليس عن طريق الرقية الشرعية، لكن يعني أود يعني فضولي يدفعني أني نعرف طريقة العلاج اللي لا هي ممي. طريقتي أنا مش راح أفصلها لك لأنه سر. إحنا نقوله سر المهنة، هذا سري في العلاج. صعب جدا أنك تقنع الناس، لأنه الناس لا يؤمن إلا بالرقية الشرعية. أكيد أنا وحدة لا أؤمن إلا بالرقية الشرعية كعلاج. علاجات أخرى نقطع لك في البيض ونقطع لك وبخور وناس الخير. أنتي كنت عندك نية مليحة يعني، وأمك تمرض ولا أنتي تمرضي وتقرأي الحمد لله ولا تقرأي معوذتين، يعني راح تعالجي روحك بنفسك عن طريق القرآن. عن طريق، وأنا نعالج بطريقة القرآن، نعالج بطريقة أخرى. راح معنا إحنا حالة ياسمين، راح نتعرفوا على هذه الحالة مشاهدينا الكرام. كهنة بالقاضي هي مواطنة جزائرية، راح تحكي لنا كيفاش كانت كهنة 3 سنوات إلى الوراء وكيفاش راهي كهنة اليوم. بو بيان سور ماشي كيف كيف. قبل ما نزوج كنت نورمال، نقرا، كنت لاباس بيا، ما صح هذا البروبليم صار راني مور زواجي. احنا عندنا حالة اليوم ان شاء الله زميله موجوده هكذا باش تسال اذا حبيت. شفنا احنا العديد من الروبورتاجات، العديد من التحقيقات. لا هذا جميل انكم الموضوع. انكم احنا يعني حبينا للمشاهد الجزائري اذا سمحت شيخ، عندنا حاله اليوم، ممكن نتايا في هذا البلاطو تعالج لنا كهنه؟ اول حاجه هي لازم تلبس لباس محترم. سي بون، تري بيان تري بيان تري بيان. في المونتاج احنا هو ياخذ وقته، ومن بعد انتي في المونتاج قال نحي طول وخلاص. هذه هي اذا كنت مسلم شهد، اذا كنت مسلم شهد اني نهضر معك. شوف يدي بيضه ولا كحله؟ شوف يدي، شوف يدي بيضة ولا كحلة؟ نحرق بيها. علاش تدخل في المسكينة؟ عندكم العالم عيشوا فيه. اتكلم شيخ. شيخ شيخ نشوفوا روبورتاج ونعاود نقولوا شيخ انا ما نعرفش، عم بالك شنو ما يصرى لها ولا ما تقاطعي؟ كي تقاطعينيك شنو ما يصرى لها؟ معليش نشوفوا روبورتاج، نتابع مشاهدينا الكرام روبورتاج ولا نعاود مباشرة بعد ذلك. قعد ساعة، خليه ساعة بصح، ومن بعد انتي قال احنا قعدنا بعد ساعة، فهمتي؟ الاستغاثة والذبح لأولياء الله الصالحين. ياسمين راكي كالمة، معليش هيا كهنة يلا اخرجي باش نجي ندي مكانك. وياسمين عنده ساعة يصرالك. خلى من حاله، كان يخلى ولاده، كان يخلى.
خلاص نحبسوا الغوبورتاج ونوقفوا الغوبورتاج وندير راحتك هادي باسكو جاني صرات اون ديريكت تزعج. نواصل معاك شيخ تفضل. احضر وتكلم. اعطيني اسمك. انت مسلم ولا كافر؟ واعطيني اسمك. شوف فيا شوف فيا شوف فيا هنا ارواح ارواح. شوف فيا مسلم ولا كافر؟ اذا كنت مسلم شهد شهد. ما تشهدش باليسرى ما تشهدش باليسرى. شهد باليمنى شهد باليمنى. تكذب عليا. شهد باليمنى. اذا كنت مسلم شنو اسمك وشنو اسمك وشنو اسمك وشنو مسلم؟ اعطيني. ما عندك ما دير ما عندك ما دير. ما تمسح حتى واحد في بلاطو. اعطيني شروطك. كيفاش دخلت فيها؟ كيفاش دخلت فيها؟ نهضر معك. كيفاش دخلت فيها؟ كيفاش دخلت فيها؟ بسم الله حقار. انا لا حقار. كيف ما عندك ما دلي حقار. ايه انا حقار. ايه يقلب بالبلاصه هذه. ما تقلب ما عندك ما دير هنايا. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب استرنا يا رب استرنا يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سكتي. بسم الله بسم الله بسم الله سكتي. بسم الله بسم الله بعدك ما ادلها. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله. قبل ما تخرج لا اله الا الله 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 لا اله الا الله. بسم الله يا ربي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا اله الا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربي بسم الله 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 بسم الله. لا اله الا الله 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 لا اله الا الله. عندك مملكه. بسم الله يا رب بسم الله يا رب استرنا يا رب استرنا يا رب. عندك مملكه تاعك اسكن فيها يا رب استرنا يا رب استرنا يا رب استرنا يا رب. يا رب استرنا يا رب استرنا يا رب. من اسكن من يا رب استرنا 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 يا رب استرنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله يا رب بسم الله بسم الله يا رب بسم الله 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 بسم الله. لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله استغفر الله. شهد 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 شهد. بسم الله بسم الله شهد بسم الله. شهد بليمنا شهد بليمنا يقول بسم الله يا ربي يعطوني خمار. بسم الله يا ربي بسم الله بسم الله يا ربي يا ربي استرنا يا ربي يا ربي استرنا يا ربي يا ربي استرنا يا ربي. بسم الله بسم الله يا ربي. بسم الله يا ربي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قلت ما تخافيش. قلت ما تخافينيش. بسم الله يا ربي. الخوف من ربي الخوف من ربي الخوف من ربي انت مؤمنة. قلت الخوف من ربي الخوف من ربي الخوف من ربي انت مؤمنة. اكشف روحك اكشف روحك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اكشف. لا حول ولا قوة الا بالله. اشهد ان لا اله الا الله. اقعد بسم الله اشهد ان محمدا رسول الله. بسم الله اكشف روحك. لا استجيب لاوامرك. بسم الله يا شيخ نقعد ولا لا؟ اقعد اقعد. بسم الله يا ربي بسم الله يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله اكشف روحك. بسم الله بسم الله اكشف روحك. بسم الله بسم الله يخرج 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 اكشف روحك يخرج. واسمها ياسمين. هذه ولا اسمها شروق. شروق هذه دارها. ايه دارها هذه دارها شروق دار. بسم الله بسم الله جدو حسن لك البركه. لا حول ولا قوه الا بالله.